كل واحد منا يحب يتمنى أن ينال معية الله وحفظ الله له، عملين إذا عملتها نلت محبة الله وحفظ الله ومعية الله لك. ذكر الله في القرآن وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك وشؤونك وحياتك وتجعل الله نصب عينيك، نلت محبة الله ومعية الله وحفظ الله لك. العمل الثاني الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. أن تحسن لله في عبادتك، وأن تحسن كذلك إلى خلق الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أحسنت لله في عبادتك وأحسنت إلى خلق الله، نلت محبة الله ومعية الله وحفظ الله.